طيب ما صحة ما تداول هو وسائل الأنباء وسائل الإعلام الرسمية بأن هناك مسلحين يعتلون منازل مواطنين سكنية، منازل مواطنين سكنية، يضربون ويقومون بإطلاق النار على العسكر ولا في الأحياء في المعسكرات في الأمن المركزي والثورة، استخدام يعني منازل المواطنين كدروع بشرية. بالنسبة للمنازل أعتقد أنه أنتم تعرفون أكثر من غيركم أننا أولا ما دافعناش يعني حتى دفاع عن أنفسنا، فما بالك أننا نعتلي منازل الآخرين. الموضوع هذا في يعني عند في الجانب الرسمي أو القنوات الرسمية نسي للأسف أنه مرتبات الموظفين من عرقنا نحن الشعب، ويكينون اتهام للناس. وفي مثل عندنا، في مثل شائع يقول أن أحد المواطنين جاء يشكو إلى المسؤول بأن الفئران أكلوا العطب، فضحك المسؤول مع من بجواره من المسؤولين، فأتى ابن المسؤول هذا في نفس اللحظة ويقول يا أبا الفئران أكلوا الحديد حقنا، فقال نعم. فأعتقد أنه الآن أنه عندما يتكلمون عن أننا نقصف أو نعتلي بيوت الآخرين ونقصف نقصف الدبابات والصواريخ والطائرات والمدفعية، يعني هذا موجود في الإعلام فقط، في الإعلام الرسمي للأسف الشديد. طيب يا شيخ، سؤال خاص بالصفحة الرسمية لساحة الحرية بتعز، يعني ما شعورك وانت الآن متواجد عملك اليومي بشكل اعتيادي رغم القصف الليلي الذي نسمعه يوميا بالمدافع والدبابات وقذائف الهاون؟ يعني قيل انك استغربنا من تواجدك في المنزل بالرغم انهم قالوا لنا انك هربت الى القاهرة او الى مدينة اخرى. والله اخي بالنسبة لنا انت تعرف اننا خرجنا بصدور عارية ونبحث عن ايش اقول عما يسعد الشعب اليمني وايضا يسعد الاجيال القادمه، وعندنا اهداف. فعندما نخرج احنا الى الشارع بصدور عاريه ويستشهد من يستشهد ويجرح من جرح، هذا لكننا بالبيوت ودمنا ايضا اقول ربما يعني نفس الدم اللي يسيل يوميا في صدور عارية. فبالأمس أيضا سال دم الشهيد عزيزة، وقبلها أيضا، وقبل الشهيد الطفل الرضيع يعني 10 أشهر الشهيد أنس، وهكذا الآن وصلنا لأكثر من 1000 شهيد وأكثر من 20,000 جريح. والبيوت من حولنا الآن بيوت كلها يعني ما فيش بيت إلا هي مضروب داخل من القصف، بقايا القوى العائلية فقط يعني.